في موضوع مهم كنا احنا اتكلمنا عنه كثير وهو متعلق بالبورصه المصريه وقرارات هيئه الرقابه الماليه والتصرفات اللي بتحصل مع صغار المساهمين في البورصه المصريه. هيمكن نموذج كده يعني موجود قدامنا اليومين دول بيفكرنا بمآسي حصلت في البورصه المصريه سابقا وبتتكرر دلوقتي. شركه امريكانا ومستثمرو المستثمرين الصغيرين في شركه امريكانا هي شركه عامله في المجال السياحات السياحيه. المساهمين دول قرروا يعملوا وقفه امام هيئه الرقابه الماليه بعد ما اجلوها من الاسبوع اللي فات، بعد ما هيئه الرقابه الماليه وعدتهم باصدار قرار لحل الموضوع، وللاسف ما صدرش اي قرار حتى الان. طيب نفكركم كده سريعا بالمشكله في نقاط معينه. رجل اعمال اماراتي محمد العبار اشترى امريكانا الكويت من عائله الخرافي، وكانت قيمه الحصه امريكانا من امريكانا مصر من الصفقه حوالي يعني تم تقييمها 24 جنيه ونص. العبار ارسل رساله لهيئه الرقابه الماليه في مصر الرئيس الدكتور محمد عمران، والراجل قال يعني هو ممكن احنا نقدم، هل يجب تقديم عرض شراء اجباري لامريكانا مصر؟ ردت الهيئه بصراحه الموقره والمبجله برئاسه عمران بالنفي، قلت له لا الشركه مش مضطره ولا مفيش لازمه تقدم عرض شراء اجباري للمستثمرين في مصر، احنا هنجيب المستثمرين بتوع البورصه في مصر زي بتوع الكويت، لا تفضل يا فندم نفذ صفقتك وبراحتك في الكويت وسيب مصر احنا ايه نتعامل معاهم بعدين. المساهمين في شركه امريكانا مصر قدموا تظلم للهيئه وطلبوا بدخولهم في العرض ورفعوا قضيه على الهيئه هيئه ماليه هنا. المستثمرين كسبوا القضيه واصبح العبار ملزم بتقديم عرض شراء اجباري وفقا للقانون. طب يعمل ايه بقى العبار؟ عين العبار طبق القانون مستشار مالي مستقل لتحديد القيمه العادله للسهم. المضاربات في مصر في البورصه رفعت سعر السهم امريكانا حوالي 400% ل 15 جنيه واكثر. الغريب نهايه القوى الماليه ما وقفتش السهم وما وقفتهوش وما ضفتهوش لائحه الشراء بالهامش، يعني المستثمرين يقدروا ياخدوا قروض بضمان السهم لشراء اسهم. انا شايف الكويت ب 24.5 وانا لسه انا عندي السهم بيطلع. طيب المصيبه جت لما المستشار المالي المستقل عينه العبار قيم بسعر السهم عن 3.90 جنيه وسعر السهم في البورصه وصل ل 15 جنيه. المستثمرين رفضوا التقييم مخالف للقواعد الماليه وقدموا تظلم تاني للهيئه الرقابه الماليه، والهيئه اوقفت المستشار المالي عن العمل وطلبت العبار بتعيين مستشار مالي مستقل خلال شهرين لتحديد قيمه عادله خلال شهرين للسهم. العبار رفض. مر 5 شهور مش شهرين لغايه دلوقتي والمشكله ما اتحلتش. العبار رافض تماما تغيير القيمه العادله والهيئه عاجزه تماما عن حل المشكله. الحقيقه لو بصينا للموضوع السبب في المشكله من البدايه هو هيئه الرقابه الماليه ومستشاريها لما رفضوا دخول شركه امريكانا مصر من البدايه في الصفقه. واستثنوا العبار وقالوا لا روح انت اتعامل براحتك هناك، هناك عندكم هيئه قويه في الكويت تقدر تحاسب اي حد بيعكك، احنا هنا ما فيش نقدر نتعامل مع حبايبنا المستثمرين الصغيرين في مصر ونتعامل معاهم. طيب عشان نعرف اكتر هو النهارده الوقفه كانت النهارده وعايزين نعرف اكتر عنها، معنا على التليفون احد المساهمين في الشركه والاسهم يعني صغار المساهمين الاستاذ علي مشرف. استاذ علي مساء الخير. نور يا فندم، ازي حضرتك يا استاذ ايسر؟ اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف ايه النهارده، ايه اللي تم بخصوص المشكله بتاعتكم؟ طيب الاول يا استاذ ايسر انا عايز الاول اشكر سيادتك واشكر البرنامج والمعدين بتوع البرنامج، لان هو البرنامج ده الوحيد المنبر الوحيد اللي اتكلم عن المشكله تقريبا، وكان واقف مع المساهمين في ازمه تقريبا تعصف باكثر من 800 مساهم مصري في شركه مساهمه هي من اكبر الشركات العامله في قطاع المطاعم. وعايز اقول لحضرتك عشان ما اطولش عليك ونخش في الموضوع على طول، يا ريت. احنا طبعا معلش حضرتك هتديني دقيقتين بس. لا احنا حكينا الحكايه، احنا عايزين نعرف النهارده وصلتوا لايه. انا مش الحكايه، انا الحكايه مع حضرتك تمام الله ينور عليك. اتفضل. لكن احنا النهارده هنجيب الموضوع من اخره، ان احنا اتصدر لنا قرار لجنه التظلمات يوم 2/2/2019. تمام. وقرار لجنه التظلمات اللي يوم 2/2/2020 سوري، والقرار دوت كان برفض التظلم اللي متقدمه بيه شركه ايديبتو. تمام. قرار الهيئه في رفض دراسه القيمه العادله اللي متقدمه من شركه فينكورب اللي حضرتك زي ما حكيت الشركه. نعم. الهيئه
وقفتها 3 شهور، وكمان عمل خدت ضدها الاجراءات القانونيه. نعم. من التاريخ دوت وحتى الان النهارده حضرتك احنا تقريبا اكتر من 40 يوم ولم يصدر حتى الان او لم يتم حتى الان تقديم دراسه قيمه عادله اخرى للمساهمين، وطبعا ده حاجه نقطه علامه استفهام. فالسؤال هنا، هل شركه اديبتو وتمثلها السيد رئيس مجلس ادارتها السيد محمد العبار هم اقوى من الدوله المصريه باجازتها المختلفه والرقابه؟ هو احنا مالناش، تبص حضرتك المشكله ما بين العبار وهيئه الرقابه الماليه دي مشكله في تفسيرات لقوانين او لقرارات، ودي مشكله الرقابه الماليه لازم تحلها. يعني ما هل ندخل الرقابه الماليه، هيئه الرقابه الماليه دلوقتي يا فندم خلاص احنا النهارده كنا في اجتماع، قالوا لكم ايه؟ مين قابلكم النهارده هناك؟ السيد مجدي نبيل قابلنا النهارده وقعد معانا، وكان الراجل وضح لنا اللي حصل دلوقتي والموقف بتاع المساهمين. تمام. هيئه الرقابه الماليه النهارده موقفه كل اجراءات اعاده الهيكله للسيد محمد العبار، وواقفه مع المساهمين ضد استغاثاته لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء بتوضح الامر. وكمان من هيئه الرقابه الماليه لغايه النهارده منتظره ان محمد العبار يتقدم بالتقييم الثاني، بتقييم ثاني. ولكن محمد العبار يا فندم، او شركه اديبتو، بلاش نقول محمد العبار، تمام، شركه اديبتو يا فندم، لما هيئه اسواق الكويت الزمتها ان هي تشتري حصه المساهمين الكويتيين، نعم، في 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 شركه الوطنيه، طيب، للاغذيه اللي هي امريكانا الكويت، خلاص اتقدمت تقدمت وعدلت السعر ورفعت السعر تمام، والتزمت بانها تقدم عرض سعر اقل من اللي قدمته للمساهم الرئيسي ناصر الخرافي رحمه الله عليه. تمام يا فندم. فبالتالي هل هي التزامها بالقانون الكويتي هو دوت مختلف عن التزامها احنا في العمل في دوله زي هو ده النوز، هو اللي احنا قلناه في دوله زي مصر احنا كسبوا منها كتير يا فندم. طيب. وبلدنا كلها فرص. تمام، اكيد. شكرا استاذ علي. انا احنا فاهمين طبعا كل ده بلدنا، وهو عشان كده هو اشترى، انا عارف الفرص الاستثماريه، ولكن احنا السؤال الوجيهي اللي حضرتك سالته هو ليه الشركه نفذت القانون في الكويت وما نفذتوش في مصرين، او راعت خاطر مساهمي الكويت وما راعتش خاطر المساهمين المصريين؟ دي رساله بنوجهها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئه وللسيد رئيس مجلس الوزراء، لازم يتحل الموضوع، لان كده طبعا الموضوع شكله مش لذيذ.